السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل جدا، مراد مزار يكشف لأول مرة حقيقة ملف إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وذلك بعد تصريح رئيس الكاف. يلا نشوف مراد مزار ماذا قال، هيا بنا اسمعوا هذه التصريحات النارية. أخواتي لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا يا أحبتي، هيا بنا نسمع. نحن كمنظمة عندنا الحق باش نتدخل في هذه الامور، في هذه القضايا اللي فيها فساد وفيها تلاعبات وكذا، ولكن ليس على مستوى الفيفا وليس على مستوى الباسولا، لان الفيفا هيئه مستقله وحنا هيئه مستقله. لكن احنا المهام نتاعنا مكافحه الفساد والتلاعبات والجريمه وكذا وكذا، تعطينا الحق باش نروح على مستوى المحاكم المدنيه. ولهذا احنا المنظمه رانا نستناو في النتيجه تاع الفيفا ولا تاع الباس، لو فيه ان شاء الله، يعني انا قلت نعاود، يعني الفيفا اليوم عندها بما يكفي باش يعني تفصل في لصالح الجزائر بكل صراحه، بكل صراحه. ولكن لو الفيفا ما تنصفش الجزائر، هنا المنظمه تاعنا والملف اللي عندنا والامور اللي عندنا نقدروا يعني نقوموا بالواجب تاعنا ونقوموا بعمليه اللي رايحه يعني تخلق مشاكل للفيفا، وراح تدفع الفيفا باش تجي وتولي تنيغوسي وتولي هذيك، ونقدروا نجيبوا حق الجزائر. هذا طبعا ما قاله مراد مزار، اتمنى انه يكون كلامه طبعا اكيد واضح. اخواني لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك، وباذن الله هذا يؤكد ان الملف الجزائر لم يغلق بعد، وهذا يؤكد أيضا أن ملف الجزائر موجود على طاولة الفيفا، ولكن هي تماطل ولعل التأخير خير بإذن الله تعالى. تفاءلوا خيرا تجدوا، وبإذن الله نحن مع الجزائر ظالمة أو مظلومة، لن نستسلم ولن ننهزم. إخوان وأخواتي يا ريت وضع اللايك والاشتراك، خل الناس كلهم يشوفوا هذا التعليق وهذا التصريح الناري من مراد مزار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.